مرحبا بكم مشاهدي قناة المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل وحلقة جديدة من برنامجكم حياة. من أكثر الأمراض التي يتأثر أصحابها بالحرارة المرتفعة ونسبة الرطوبة العالية في جو الصيف هو مرض السكري، وذلك بسبب فقد الجسم للسوائل التي يحتاجها لتحقيق توازنه الطبيعي. ومن أبرز أعراض تأثر مريض السكري بارتفاع درجات الحرارة في الصيف: الشعور بعطش مستمر، الشعور بالجوع، الرغبة في تكرار التبول والإرهاق الشديد، وتشوش بالرؤية، سرعة في نبضات القلب. وفي برنامج حياة ندل مرضى السكر على خطوات الوقاية، وأهمها تناول الوجبات الغذائية بالكميات الصحية المناسبة والسعرات الحرارية المحددة، مضاعفة كمية السوائل الخالية من الكافيين، تأجيل ما تستطيع من الأنشطة إلى المساء حيث يكون الجو أفضل، اختيار الملابس المناسبة، والاستحمام بالماء البارد أو تبليل البشرة بقطعة قماش باردة، والاهتمام بتناول الأدوية بانتظام. وفي نهاية حلقتنا، المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل يتمنى لكم الصحة والسلامة، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حياة، في أمان الله.